كفايه شقاوه بقى. طب ربنا ان شاء الله هيحلها بكره. مع السلامه. ايه يا عم في ايه؟ عثمان بيه نسي ملف الدرايف في الصالون، لو سمحت ممكن تناوله لي؟ انت غريب قوي يا اخي، ما تروح انت تجيبه. ها؟ لا معلش حضرتك ناوله لي احسن. انت عارف شكل الملف؟ طب تعالى معايا نجيبه سوا من الصالون. يعني ايه مالكش ذنب؟ انت مكانك بره في العربيه مش هنا. بابا نسي ملف الضرايب وبعته عشان نجيبه. تدخلي انت تجيبيه وهو يفضل بره. انت لسه واقف؟ خد يا عم. مش خدت الزفت؟ اتفضل بقى. انا عايزه تفصل الموقف ضحك. اتفضلي اقفلي الباب. ولا عايزه السفرجي والطباخ والبواب يجوا يتفرجوا عليا. خلاص خلاص. بني سويف كلها ما فيهاش بنات متربية زي بناتي، وعلشان كده انا ما قبلتش الكلام اللي سمعته عن نشوى. انا مانيش عايز كلام عام، ارجوك حدد الموقف لو سمحت. يعني ايه نشوى بنتي بتخرج مع شريف ابن الدكتور رمسيس؟ ارجوك يا عثمان بيه وطي صوتك شوية. صدقني دي كل المعلومات اللي عندي، ولو عندي اي تفاصيل تانية انا كنت هقول لك. شريف ابن الدكتور رمسيس؟ طب انا همنعهم الدراسة، هحبسها في البيت. مش للدرجة دي، الواضح انهم لسه في البداية، المطلوب شوية مراقبة ومتابعة علشان ما يستمروش في الخروج مع بعض. يعني ايه؟ هسيب شغلي وراقبها يا متر؟ طبعا لا، عشان كده انا بقترح ان عامر هو اللي يراقبها. السواق يراقب البنت يا جمال عشان ما تحسش ونجرح، ويمكن تكون مظلومة. استاذ عامر انا عايز منك خدمة شخصية. امر يا سعادة البيت. انا عايزك وانت بتوصل نشوى المدرسة ولا مكان تاني عينك ما تغيبش من عليها. بلغني ان في اولاد لي ليوم. دي مسؤوليه كبيره قوي يا عامر، اقدر اعتمد عليك؟ هكون قدها وديده فعلا تحت بابا. نشوى مظلومة. مفيش دخان من غير نار. بابا نشوى بتذاكر عند جميل بنت الدكتور رمسيس، ولما بتتأخر أخوها بيوصلها. بيوصلها وبيتكلموا وبيضحكوا والناس بتشوفهم وكده، يبقى في علاقة. معقولة يا بابا اللي بتقوله؟ أنت كمان غلطانة يا أحلام. عارفة تصرف أختك الغبي ده ما بتنصحيهاش. كان لازم تمنعيها. وآدي نتيجة سكاتك عليها. الغدا جاهز يا فندم. يلا نتغدى يا أحلام. عندي نشوى يا دادي. لا نشوى هتاكل لوحدها. بابا عشان خاطر احلام لازم تحس ان انا عرفت عشان هعاقبها على تصرفها الطايش ده. يا بابا يا بابا احلام يلا نتغدى. وصل لحضرتك جواب النهارده من أنكل نادر. أيوه. إزاي يا بابا؟ أصل وحشني قوي. بس إحنا مش بنوحشه يا أحلام. لو فكر فينا، لو بيحبنا، ما كانش سابنا ورعاش في فرنسا. هو طالب حاجة في الجواب؟ يعني. بابا هو الجواب فيه حاجة زعلتك؟ بعدين بعدين هتعرفي. بابا انا موافقه على خطوبة طارق عبد الحليم. ده رايك النهائي؟ بابا طارق بيحب الادب والمزيكا، وده املي في شريك حياتي. لو خدتي رايي انا افضل عمرو الخربطلي، مهندس ناجح
ومقاول مستقبله كبير. ده لو انا هتوظف عنده يا بابا، لكن انا هتجوزه، وحتى لو طارق اقل منه، انا معجبه بيه وحبيته. بابا عنده حق اذا كان اللي حصل زي ما بتحكي كده. انت كمان مش مصدقني يا عنف؟ طب والله ما في بيني وبين شريف ده اي حاجه. يعني ايه يا دائد؟ ما البلد مليانه، ما لقيتيش يعني غير شريف ابن الدكتور رمسيس؟ انا لو مكان بابا كنت اعمل بالظبط اللي عمله. حسن يعيش سيدنا يا عنف. ممنوع ازور اي بنت مش حد. اي تليفون يجي لي سماعه تتخطف من ايدي على طول. بابا على طول مخاصمها. احلام شاويش حراسه عليا. اي بنت من صحابي تيجي تزورني تيجي تقعد معانا. متضايق علشان مش هتشوف السرومي ده؟ مخاصمك يا عامر ومش هكلمك تاني. طب معلش حقك عليا. ما تزعليش. يا سلام، تغلط فيا زي امي بعد كده تقولي حقك عليا. متاسف. طب اسمعني، لو عاوزه تروحي اي مشوار انا مستعد اوصلك وطنش، حتى لو هتقابلي شريف. يا رب اموت يا عامر، والله ما في بينا اي حاجه غير الكلام العادي. بعد الشر عليك، المره دي بقى انا مصدقك. يلا مش ناقطه واحد ولا ايه؟ مش طايق اطلع الفيلا يا عامر. تصدق انا من ساعه ما اروح لغايه تاني يوم الصبح بفضل قاعده لوحدي، ما بلاقيش حد اتكلم معاه خالص. تصدق ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وبيفهمني؟ طب خليكي قاعده بقى واحنا نتغدى سوا. طقم فول وطعميه، انما اللي هو الله، هو مش قد المقام صحيح، بس هيلقم على موسم. بالعكس، ده انا نفسي فيه اكتر من اي اكل هلاقيه عندنا. خلاص انت اتنين وانا اتنين. ولا اقول لك بلاش يا اخويا، احسن بعدين يحصل لي مشاكل مع المارشال اللي فوق ولا المساعد بتاعته جنرال احلام. باي. بقول لك ايه؟ تسمح تديني الشيك من عندك اسمعه لحد بكره؟ معقول يعني انت ما عندكيش شرايط؟ لا عندي، وبدل الاسطوانه 1000 وقدهم شرايط كمان، بس كلهم بقى على ذوق جنرال احلام، موسيقى كلاسيك. كلاسيك. بابا بابا بابا. شفت الهنا بقى اللي انا فيه؟ ايه المسخره اللي انت عاملاها دي؟ حضرتك واقفه مع السواق تهزري؟ اتفضلي خشي جوه، ارجع عليكي بتذاكري. اتفضلي. فيلا عبد الحليم دير ادوارد. طب ممكن خلاص ده اتغدى؟ وصلني وبعدين اتغدى. بعد اذن حضرتك ممكن المشوار نص ساعة وارجع؟ لا، ده مشوار مهم ولازم اعمله. بعد ما توصلني وارجع البيت، اذا ما كانش حد عايزك ابقى اروح مطرح ما انا هجيب محاضرات. بعدين بقى انت هنا في شغل بتاخد عليه فلوس، لو مش قادر بلاش. ولا خساره ولا حاجه، بيني وبينك انا اللي مرضتش. معقوله؟ مش عايزه مؤهل لعلم في اخواتك؟ تفتكري يعني هشتغل؟ وليه لا؟ وليه ميرسي. بابا مش مخلينا محتاجين حاجه خالص، وبعدين احنا عندنا ساره وتكفينا العمر كله. الفلوس مش كل حاجه، العمل قيمه في حد ذاته. الله، هي مالها بتتكلم زي المثقفين قوي النهارده كده؟ عشان تعذريني طول النهار تقول كلام للبايخ ده. أحلام، لو سمحتي عايزك في كلمتين. معلش، أصلي مشغولة شوية. مش أكتر مني، ده أنا سايب مزاد مهم جدا عشان أتكلم معاكي. للدرجة دي؟ روح أنت ريكو وقول لبابا إن عمرو هيوصلني.
مش ناوي تتكلم؟ أحلام، أقدر أعرف بصراحة رفضتي خطوبتي ليه وقبلتي خطوبة طارق؟ عمرو ما تزعلش مني، أنا معجبة جدا برجولتك ونجاحك، لكن في ميول وطباع إحنا مش متفقين فيها. يا سلام، وميولك وطباعك بتتفق مع ميول وطباع سي طارق؟ إحنا كمان أبراجنا متفقين، يعني أنت عارف إن طارق برج الحمل، وما عندكش فكرة برج الحمل بيتشد قد إيه برج العذراء. ومستعدة تخاطري بالجواز من واحد أعصابه تعبانة؟ أعصابه تعبانة؟ هو كمان ما قالكيش يا أحلام، بسفرياته كلها لإنجلترا كانت عشان العلاج مش عشان الفسح. للدرجة دي غيران منه؟ غيران منه، مش مصدقاني اسأليه. بحبه يا عمرو. الله يا عمرو، مزيكا اتجنن، ايه رأيك؟ الشريط ده بقى اديتوني هدية بنت صاحب المصنع اللي كنت بشتغل عنده في اليونان. بختك يا عمرو، سافرت أوروبا. أمال إيه، ما عطلكيش، أول ما تيجي الأجازة جاري على هناك على طول. هو الواحد هيعيش كم مرة يا نشوى؟ بقولك مرة واحد سافر إنجلترا فدخل مطعم، فالجرسون هناك بيقول له عاوز ايه بالانجليزي يعني، فقال له اديني واحد فراخ واحد سلطه وهات لي الحساب، فجاب له الاكل وجاب له الحساب. راح له ثاني يوم قال له اديني واحد سلطه واحد مكرونه واحد فراخ وهات لي الحساب، قال له طب عايز حاجه ثانيه بالعربي، قال له والله وسيبنا كلامك انجليزي من الصبح. حلوه. طبعا يا عم كنت مقطع السمكه وديلها هناك. طرنشات ورحمه ابويا اللي نفسي يموت. بس بقى الحلوه بتمشي يا نشوى، بنت صاحب المصنع راسها وقلب سيف انها تتجوزني، لكن على مين؟ انا لا يمكن اتجوز غير بنت مصريه حلوه، بنت نكته وجمال. احلام وطارق فرحهم الخميس الجاي خلاص. هم مسرعين كده ليه؟ يكونش الجواز ده حلو يا نشوى؟ جمال يا اخويا، انا لسه ما جربتش. انت حاطط جزرتين في ودنك؟ قال له ها؟ قال له بقول لك انت حاطط جزرتين في ودنك؟ انا لا مؤاخذه مش سامعك، اصل حاطط جزرتين في ودنك. حلوه نشوى، المسخره اللي انت بتعمليها دي، ازاي تسمحي لي اقف معاكي مع اصحابي بالشكل ده؟ في احلام ده زمانهم في الجامعه، الكلام ده هناك، انما هنا مكانه بره. اتفضلي اتصرفي مشي من هنا، والا انا هحرجه واعرف امشيه ازاي. اتفضلي عمري، عشان خاطري ما تزعلش. يا عمري صدقني احلام ما تقصدش تزعلك ولا حاجه. قريت حظك اليوم النهارده في الاهرام؟ لا، برج بيقول ايه؟ برج العذراء بيقول لقاء حار طال انتظاره. يا عيني. وبرج الحمل بيقول بيقول ستبذل جهد كبير هذا المساء. جهد كبير؟ طيب.
المجهود اللي عملته في الفرح يا حبيبي هو اللي مأثر عليك. نحاول تاني. الدنيا مش هتطير يا حبيبي، قدامنا العمر طويل، بكره بعده. ارجوك ارجوك يا احلام نحاول تاني. ارجوك، انا تعبت، انا تعبت قوي ومخنوقه. بص في وش ولا واحد من زمايلي اللي طردتني قدامهم من الفرح، مش قادر حتى اروح الجامعه. انت قلبك اسود كده ليه؟ انا اعتذرت لك بدل المره 10 يا اخي. انا مش صايع يا نشوى، انا ابن ناس، ابوي عمده عنده املاك وارض. حضرته نزل مره زمان مصر، عجبته واحده اتجوزها، اتجوزها من ورا اهله بعد ما ولدتني بسنة. أهله عرفوا، أصروا إن هو يطلقها، طلقها. لما بقى عندي 5 سنين أمي اتجوزت راجل تاني، وراني الذل والويل. حاولت أستعطف أبويا علشان يصرف عليا وأكمل تعليمي، رفض حتى يقابلني. اشتغلت عندكم علشان أقدر أصرف على نفسي وأكمل تعليمي. عشان خاطري، عشان خاطري يا عم نتكلم في موضوع تاني. لا، لازم تعرفي ان لما ابويا هيموت هورث 20 فدان جنايه، وهبقى غني غني قوي، ومش هرضى بذل احلام واهانتها ليا ابدا. ضايقتك؟ اليوم عند زمايلك تذاكر؟ ربنا بعتني عشان اشوف المسخره اللي بتعملها في غيابي. يرضيك يا سي صلاح، انا جيت على سمعتك في الجيره، يرضيك المسخره بيا. خدي اجرتك وروحي يا نعيمه. كتر خيرك. بس انا بقى عايز فلوسي اللي كسبتها. طب وتحاسبه بعدين. طبعا مش حاسبها لك، وديني لفرجك يا عامر. هي حصلت يا عامر؟ فوتك بعافيه يا سي صلاح. معلش يا نعيمة. معلش. أنت ليه بقيت كده؟ ليه الستار اللي ماليك ده؟ ابن ناس وشاطر وبتشتغل شغلانة ستراك، احترم نفسك يا أخي وخليك بني آدم. أنا داخل أتخمد أنا، أنت رايح فين؟ اسمع، من هنا ورايح أنا مش هجيب حد يغسل لنا، أنا جمعة وأنت جمعة، وأنت اللي هتبتدي. وأنا ذنبي إيه في اللي حصل؟ تنكر إني حاولت أساعدك طول شهر العسل بكل أحاسيسي؟ تنكر إني كدبت على كل الناس وألفت روايات عن سعادتنا الزوجية؟ ممكن تسكتي، مش قادر أسمع صوتك يا أحلام. ده بدل ما تعوضني عن الصدمة اللي أنا فيها، ليه دايما بتهني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش؟ كفاية بقى، كفاية عصبية وخناق، كفاية، ده لحم ودم. عصبية وخناق؟ بس ده من مراستك الزيادة مع الرجالة يا هانم. مراستي؟ أيوة مراستك. كفاية بقى يا أوهام، يظهر إن عمرو كان عنده حق. كان عنده حق في إيه؟ قال لك ايه؟ اتكلمي. قال لي على الحقيقه اللي ما صدقتهاش وافتكرت انه غيران عشان فضلتك عليه. عمرو قال لك ايه؟ اتكلمي احسن لك.
قال لي على سفريات لندن اللي كل الناس فاهمة انها فسحة. لما انت مريضة عصبيا وبتتعالج ليه غشتني؟ ليه ما قلتليش الحقيقة؟ ليه اتجوزتني عشان تضيعني وتضيع نفسك ليه؟ انت شفتيه امتى؟ انت شفتيه فين؟ للدرجة دي رأيك فيها وحش يا طارق؟ بلاش مركب النقص اللي مليك ده تخلصه مني. خلاصي تعجبك ولو انها مش قد المهم دي عز ورق هدية اتقدمت لي للادي. الحمد لله. عامر انت ليه قاعد في العربية هنا؟ انا بقالي ساعة مستنيك جوه في الحفلة. عشان احلام تحرجني زي كل مرة. وبعدين انا ايه اللي هيطلعني فوق؟ ما دام انت هنا جنبي. اشرف من الشرف يا حضرت ابنك اللي ما كانش يصلح كزوج بتداروا فضحتكم بتلويث سمعه انسان مات بسبب صدمته فيكم. يا جماعه ما هو بالطريقه دي مش هتوصلوا لاتفاق ابدا. وليك انت تتكلم؟ ابنك كان مريض وانت كنت عارف حي مرض وكلكم كنت عارفين بيسافر بره بيتعالج من ايه. ضميرك ما اتحركش وانت بتحط ايدك في ايدي عشان تظلموا بنت بريئه زي دي تدمروا مستقبلها؟ ده انا لو اتكلمت وقلت حقيقه بنتك هتمشي طول عمرك حاطط دماغك في التراب. ده مش اسلوب تفاهم يا جماعه. احنا مفيش بينا اي تفاهم يا متر. ادي تنازل مني عن حقي في الميراث. مش عايزه اي شيء يفكرني بيهم. انت لسه واقف وريه طريق الشارع يا متر. لا لا خليك يا متر، انا عارف طريقي كويس. بس يكون في علمكم دم ابني مش هيروح هدر. انا هاخد بطاره وقريب قوي قوي. بسرعه اكتر يا عم، دوس بنزين اكتر. خزنا فيها اوراق ومستندات مهمه جدا لازم انقذها من النار. عشان خاطري خليك جنبي، ما تتخلاش عني. انا خلاص ما بقاش ليا حد غيرك يا عامر. واحلام صدمتها بعد انتحار طارق وموت بابا في الحريقه هزوا اعصابها خالص. انا حتى ساعات ما بفهمش هي عايزه تقول ايه.
والمذاكره يا نشوى، انت كده السنه هتضيع عليكي. مش قادره ابص في كتابي يا عامر، مش معقول مش معقول اقدر ادخل الامتحان وانا في الظروف اللي بنمر بيها دي. وانا كمان مش عارف اذاكر، وبفكر اعتذر عن الامتحان خالص. صورة المرحوم ما بتفرقش خيالي وهو وسط النار علشان ينقذ المستندات. انا حزين قوي على المرحوم يا نشوى. كنت بتحب بابا يا عامر؟ ربنا يعلم، كنت بحبه اكتر من ابويا. يا ريت ابويا هو اللي كان مات وكنت ورثته، كنت هعوضك عن كل اللي فات يا نشوى. حلو ماشي على شط النيل، على شط النيل، حلو ماشي على شط النيل. تعالى يا متخلف. مخي يا خالتي، بطني نشفت من الفول والطعميه، نفسي هفتني على الطبيخ. تعالى اعمل لك حاجه معايا. لا يا حبيبتي، الطبيخ للستات، الرجاله ياكلوا بس. يعني انا ست؟ لا طب عليا النعمه ابشر وشك. خلاص خلاص حقك عليا. اتفضل يا سيدي، ادي كتاب اصول الفقه اللي كان نفسك تشتريه. انت اشتريت ليه؟ انا اياك يطمر فيك وتفتكرني لما تنجح وتاخد الليسانس لدرجه جيد جدا. ايوه بس انا ما طلبتش منك انك تشتري. ما انا عارف ان شهادتك خلصت وانا بشتغل وبكسب، قلت اشتريهولك اهو تنجح وتشرفني برضه. طب اشتري كتبك الاول. تمنها خساره، اشتريتها ما اشتريتهاش سائط سائط. عارف انا بستحمل رزالتك ليه؟ عشان ما تقدرش تدفع تمن الشقه لوحدك. يا دمك يا اخي. دمك انت؟ علشان ولاد حتة واحدة واصحاب من ابتدائي. لا، عشان دقات الجدعانة اللي احيانا بتعملها. لكن يا خسارة، الحلو ما بيجملش. لو تفضل جدع كده على طول. اطبخي يا خالتي، اطبخي اطبخي، مش هتطلع معايا. مجنونة، معقول انت قاعدة على الارض وبتاكلي كشري من العربية؟ امال بس ما قلناش للراجل ما تحطش شطه، كان عندها ليه؟ ده انا هموت. زميلتك ما انتش خايفه حد يشوفنا؟ طز انا ما عادش حد يهمني خلاص يا عامر. ناس مين دول اللي هعمل حساب؟ اللي بيظلموا احلام كل يوم وهم عارفين اللي حصل كويس، ولا اللي حتى بيدوروا وشهم لو قابلونا في الطريق صدفه؟ كل يا اخي كل بقى. الله انا بحاول انسى، انت بتفكرني ليه؟ يا خرابي، احلامي لو كانت مش شرطه دي هتموت فورا. موتة في دماغها شرطه والله. عارف لو جت تاكل من عند الراجل اللي هتقول له ايه؟ تقول له عقمت الطبق يا وسطى ولا لا؟ والله. عارف يا عمري انا بعمل حاجتين معاك عمري ما حسيت بيهم قبل كده، الاكل والضحك. تعرف انا بقالي 3 ايام ما اكلتش، ما نمتش، ما كلمتش حد خالص، حاسه اني عايشه فعلا لوحدي. احلام بتتكلم وتضحك وتعيط في وقت واحد. انا بقى زهقت، زهقت يا عامر، زهقت من البيت ومن الناس، كل حاجه حواليا فعلا. مش عارف اقول لك ايه. عارف تقول ايه؟ تقول لراجل يجيب لنا كمان طبقين كمان يا ريس. مش ممكن، مش ممكن القضية تتأيد ضد مجهول، مش ممكن دم أبويا ومصنعه يبقى مجرد محضر يتحفظ. أنا اتهمت قلب طارق اتهام صريح. اتهام من غير أي دليل. أبوه آخر مرة هدد بالانتقام. أبوه وكل عيلته أثبتوا أماكن تواجدهم وقت الحبس. أرجوك أرجوك صدقني، احنا ملناش اعداء غير دول. ما هو لو حضرتك ما فهمتوش، انا هكتب للنائب العام، هشتكي لوزير العدل، هكتب في جميع الجرايد. انا مش هسكت. اللي واخد عقلي، انا حاسس بيكي وبتعذب علشانك يا حبيبتي. لا قولها تاني يا عم. هقولها كتير وهفضل اقولها طول عمري، بس لو تقبل. اقبل ايه؟ تتجوزيني يا نشوى، ورحمه ابويا لنفسه يموت لو بقيتي مرات العوارض عن كل حاجه في حياتك. لا يا عامر، بس احلام هقولها ازاي؟ يا سلام، اقولها انا. بتعمل ايه يا مجنون؟ بالظبط يا حبيبتي. الحلو ماشي
ماشي على شط النيل، على شط النيل. مشيت ورا ابو خصر نحيل. انت يا سيدي يا فتحي على ايه؟ براحتك يا ابو صلاح، خليك في حالك وسيبني انا في حالي. طب لما انت سامع ما بتردش ليه؟ عشان عارف انك هتقول لي كلمتين بايخين ووفرت على نفسي اسمعهم. ايه مش ناوي تقعد تتهابب تذاكر؟ وحياتك ما تعملش عليا الف. ولا عشان انت بقيت في الليصالص ولا لسه في سنه تانيه؟ طب ما خيبتك 3 سنين في سنه تانيه يا كافر. انت عارف ان انت لو ما نجحتش السنه دي هتترفد؟ عارف، لان لسه ما فتحتش 3 علوم بحالهم. النهارده الصبح رحت لدكتور المستشفى الاميري عشان اخد منه شهاده مرضيه واعتذر عن الامتحان. مرضيش، يعني مرفوض مرفوض. بسم الله ما شاء الله، بتتشايب كده ورايح على فين؟ رايح اخد نشوه من احلام. يخرب بيتك بتقول ايه؟ ومالك اتسرعت كده؟ ايه في ايه تعيب؟ ما انا 100 فول و14 اهو. ايوه بس الرتبه قله ذوق، وده برضه ظرف مناسب تروح تخطب فيه. علشان كده رايح الليله دي بالذات. يا رب اجرحها يا اخي، يا ما احرجتني وجرحتني. عامل، انت بتحب نشوه ولا عايز تتجوزها اذلال لاحلام؟ بصراحه البت فول لو دخلت دماغي، وبيني وبينك مش هكذب عليك، الجوازه دي هتريح المساء لغايه ما العمده يتكل وورث. ولا بطل الهبل اللي في دماغك ده، احنا بعد ما نخلص امتحانات هتنزل معايا مصر في اول قطر مبحر. ما عطلكش يا باشا، فرصتي هنا في بني سويف. ايه انت مجنون؟ انت اكيد اتجننت. بره يا ساتر. احلام هاني ارجوكي ما تستفزنيش عشان ما اغلطش فيكي. انا حبيت اختك واختك حبيتني، وبقى اطلبوا على سنة الله ورسوله. انا مش قادر اسمع صوتك يا عبدو يا حسنين. ما حدش هيرد عليك يا هاني، انا موصيه ما حدش يرد لما تندحي. انا هطلب لك البوليس. انتوا بس الولاد ناس، انا برضو من عيله زيك يا هاني، عندنا فلوس كتير قوي زيكم، بس الكبر مش راكبنا زي الهاني. انت صايع، انت اكيد تربيت احداث. الله يسامحك، ما انت هتبقى اخت مراتي. انا ابويا يا هاني معمد على 10,000 بني ادم زيك كده، يوم ما يموت هورث منه 20 فدان جناين. يعني لو بعت فدانين 3 واشتريت شقه وعربيه، الناس هتقول لكم مبروك عليكم عامر بيه. انت مرفوض، هات مفاتيح العربيه يا نادل. جاي تقل ادبك علينا عشان بابا مات. انا عملت اللي عليا يا احلام هاني، بعد كده بقى ما تلوميش الا نفسك. معقول اللي بسمعه ده؟ ده كتير عليا، كتير عليا الصدمات دي كلها، كتير. كل كلمة بقولها مستنداتها موجودة يا أحلام. بابا مديون؟ بابا راهن الفيلا؟ طب ازاي؟ ازاي كله يضيع مرة واحدة؟ ازاي؟ عمك بعت جواب من فرنسا طالب إن المرحوم يشتري نصيبه، وهو له نص الميراث، وإلا يبيع للغريب في أسرع وقت. فاضطر عثمان بيه يرهن ويستدين علشان يملككم كل حاجة. وهو كله ضاع. ليه يا بابا تعمل كده؟ ليه؟ يا ريتك كنت بعت للغرب بدل ما تسيبهم يتحكموا فينا. والمؤسف ان المرحوم له مبالغ كبيره في السوق ضاعت مستنداتها في الحريق. يعني ايه؟ فين الضماير اللي ترد ديون مستنداتها اتحرقت وصاحبها مات؟ خليكي واقعية شوية، عايزة تبقى مغيرة. احنا كمان يا نشوى بلاش تقولي الكلام ده، احنا لازم نشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها دي. مفيش حل للمصيبة اللي احنا فيها دي غير ان احنا نسيب الدين ونفكر هناك. ده طبعا بقى مستحيل بعد عنك مسافة فرنسا ورجع لك غير ما اسيب عنواني. انا هجيب عنواني من تحت تقطيع الارض. اول ما هيقع هيجي خرجنا من البلوى اللي احنا فيها دي. احلامي يا حبيبتي، احنا مش اتفقنا ان عمك ده هو السبب في دين بابا؟ انسى، انا شخصيا نسيت خلاص ان انا نقلت الشهاوة. نشوى احلامي، انا هتجوز عامر. ومن العلم بقى ده قرار غير قابل للمناقشه. اتمطري يا عروسه واتهني بعريسك سيد العرب. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. Thank you.
فين اختي؟ اختي جت هنا مش كده؟ ايوه يا فندم، هي جت بس هي في الحقيقه خرجت مشيت يعني. وفين عامر؟ عامر ما هو كمان خرج، اصلهم هما الاثنين مشوا مع بعض. اه طب قول لعامر بقى يشيل من دماغه خالص حكايه الجواز، ولو حاول يفكر فيها انا هدخله السجن. وانت كمان معايا انت فاهم؟ هو من ناحيه فاهم فاهم، بس هو في الحقيقه الكلام اللي بتقوليه ده فات اوام، لانهم اتجوزوا خلاص. ايه؟ لا ده انتوا عصابه وضحكت على البيت، ده انا حرمت فيكم في 60 داهيه. الله يبارك فيك. احلام. يلا يا حبيبتي يلا. الف سلامة. مبروك يا عم. هلا بيك. ايه؟ نشوى اتجوزت الواد عامر السواق. تصور شفت المصايب اللي بتتحدف عليا. انا خلاص تعبت مش عارفة اعمل ايه. معلش يا احلام. أزمة وتعدي. عمرو، أنا فكرت في إنسان أعتمد عليه، ما لقيتش قدامي غيرك يا عمرو. هتقف جنبي يا عمرو. أنا تحت أمرك يا أحلام، مع إن أبراجنا مش متفقة مع بعض. عمرو. يا حياة عمرو. أنت؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنا مش قلت 100 مرة ما تجيش الفيلا دي؟ أنا يا أخي مش جاي أشاهد جمالك. مراتي جاية تاخد شنطتها علشان متكئين على مصر. مصر؟ طبعًا جاي تتنسى عشان أمسك فيك، لكن ده بعدك. اسمعي يا أختي، أنا لو عاوز أقعد هنا في الفيلا حضرتك مش هتقدري تمنعيني، لأن مراتي ليها في المراس زي مريكي بالظبط. بس أنا بصراحة بقى ما شرفنيش أقعد معاكي في فيلا واحدة. والعلم دي اخر مرة هتقولي لي يا عامر حاف كده، لاني مش هرجع هنا تاني الا لما العمدة يتكل واوس، وساعتها هبقى عامر بيه. انت يا اختي انا نمت جوه. خلاص يا عامر يا اختي جاي اهو. هاتي يا حبيبتي عامر الشنطة تقيلة. وانا نشوى انا تسيبيني لوحدي؟ انا زعلتك في حاجة؟ ليه تقسي عليا كده يا نشوى؟ ليه؟ يلا يا حبيبتي يلا يا نشوى. زمان صلاح شاف نتيجة الليسانس ومستنينا في الموقع. يلا يا حبيبتي يلا. السلام عليكم يا مدام. رواية يا ست البنات، بالذمة في عروسة تسرح بالطريقة دي برضه؟ خدها تفص. ايه المناسبة؟ حلاوة الليسانس. ليسانس حقوق بدرجة جيد وحلاوته حاجة ساعة. ده لو كنت أنا اللي خدت الليسانس كنت شوف هعمل إيه. خد هات يا نشوى. خد استنى بس اللي أنت عايزه هيتعمل. اشرب يا نشوى. عشوة مفتخرة لحمة وهبر هبر كده علشان الواحد يلهب. ماشي. وجميع مستلزمات السهر شرب وتدخين. هنقعد فين في مصر يا عم؟ في اي حته بلاد الله واسعه. يعني ايه في اي حته؟ لابد يكون في مكان محدد. هو امتحان. ابويا عايش في الفلاحين وعامل انه ما خلفنيش، وجوز امي ما كانش طايقني وانا لوحدي. يبقى مفيش غير بنسيون. يوم اتنين عشرة وبعدين يا عم؟ وفرضي اكتر، هتجيب اجره البنسيون منين؟ الله بقى، ده انتوا متفقين بقى انتوا الاثنين عليا تعكننوني. ما تقلقيش، بيت اخوكي صلاح مفتوح، هتقعدي مع والدتي ان شاء الله سنه اهلا بيك لحد ما البيت يفكر ويتصرف. صباح النور على عيونك يا عروس كده برضو يا طنط.
سيبيني انا لحد دلوقتي وتقومي انتي تطبخي وتغسلي لوحدك كده. انتي ضيفه يا نشوى، اظن عيب لما شغلك معايا يا بنتي. عليك يا طنط، ضيفه ايه؟ ده احنا بقالنا شهرين قاعدين على قلبكم، ضيفوا ايه بقى رزلين دول؟ ها؟ طيب روحي حضري الفطار لجوزك. انا نديت عليه مش عاوز يصحى خالص. عشان خاطري يا طنط خليني اعمل معاكي يا الطبيخ يا الغسيل، عشان خاطري وحياه صلاح. تاني مره ما تحلفيش، فاهمه؟ حاضر. اقعدي على الغساله. ميرسي يا طنط. قمر يا قمر، بنت اوعى تنزل المطار دي الغساله يا ابني. صباح الفل. صباح الفل. معقول اول ما تسيبيني انام لغايه الساعه 9؟ فين البدله؟ ايه فين الجزمه؟ مش هينفع، انا شنايه جوه. صباح الفل يا متر. البرنس لسه مديها لامي. محدش مستعجل على الصحيان بدري غيرك يا سي صلاح. لو تعرفي هتعذريني، عندي ميعاد مع مدير عام الشركه اللي كان بيشتغل فيها المرحوم، وعد انه يعيني محامي في الشؤون القانونيه. فين بقى البدله؟ فين الجزمه والشراب؟ ادعي له معايا يا نجوى. يا عمرو، انا قبل كده قلت لك ان زياراتك ليا دي وانا ست عايشه لوحدي هتسيئي سمعتي. المهم، فتحت والدك ووالدتك في موضوع خطوبتنا؟ هو ده سبب زيارتي يا احلام. ارجوك ما تتسرعيش في الحكم على كلامي وحاولي تفهميه. المقدمات دي معناها ايه؟ رفضوا؟ هي عيلة الشهاوي اقل من عيلة الكربوطلي ولا عشان فلسنا؟ احلام، انا بحبك من زمان وكان املي في الحياة تبقي مراتي وانت اللي رفضتي. لو كنت مكان اهلي بتفكري زيهم كنت هترفضي، ولو اختي كانت اتجوزت سواقنا كان ممكن توافقي على جوازنا من بعض. وانت رأيك ايه؟ صعب صعب يا احلام. انا موت في المانع يا مانع. يا حليوة ورد علي. وعلي انا؟ ده انت عليك جنينة ورد بحالة. احنا ما بنعرفش بعض الا عشان الكبت. ما تيجي تشتغل معايا في النادي. اشتغل معاك انت؟ انا اكسبك اهزقك في اللعب. يلا نتولي بيه الورق. اتنين كارت. كارت اتنين ولا تلاتة؟ تلاتين جنيه. باص باص. وارد عليك بتلاتين جنيه. فول اس. دي سرقة بقى، ده 10 دور تكسبها وانت. الا هنحمرق ولما تكسب انت بتبقى السرقة. اقعد يا عامر، اللعب مكسب وخسارة. يا جدعان مش كده، ده انا خسرت كل اللي معايا، وبعدين دي فلوس امانة. ده خاتم بتاع مراتي بعته علشان ندفع مقدم شقة. انت زعلت يا منوسي؟ تعالى وروقك جوه. انسي يا اختي، انا متجوز وبحب مراتي. متولي، انا لازم اخد كل مليم خسرته على الترابيزة دي. ايه بقى عامر؟ ده احنا اصحاب. اصحاب؟ طب ما تحرجنيش بقى مع مراتي. طب ما تلعب تاني يمكن تكسب. طب اديني 20 جنيه. سوري، اللي بيتزلم بيكسر حظه. يعني ايه؟ اديني 20 جنيه العب. برضه ما عطلكش، فوت علينا بكره بحق خاتم جديد. نشوى، قومي تنامي انتي، الساعة بقت 2 بعد نص الليل. عامل لسه ما جاش يا صلاح. وافرضي بقى متأخر للفجر زي عوايده، هتفضلي قاعدة صاحية مستنية كده. قومي انتي نامي وانا هبقى افتحي. أنا مش هنام قبل ما أخلص المذكرة الجامل اللي مش عايزة تخلص دي. انت بقالك ليلتين بتكتب فيها. دي أول قضية بشتغل فيها مرات أخويا، ده أنا لو خسرتها هتبقى فضيحتي في الشركة بجلاجل، هيزفوني من ده بكرة غير شيء. قومي انتي نامي وانا هفتحي. وبعدها العامل بقى صلاح، ادي احنا اهو بقالنا كام شهر متجوزين وعلى يدك لا حاول يلاقي وظيفه ولا حتى ضايلين على شقه نعيش فيها. حتتين السيره بتوعي خلاص قربوا يخلصوا، كل من ليه حته يروح يخسر تمنها في الامور بتاعه.
ويحلف لي بعد كده مليون يومين انه مش هيلعب تاني. مساء النعناشة على عيون المدلس. ازيك يا ابو صلاح؟ ايه مالك واقفين كده زي اسد العصر النيل؟ كل لنا سكر وقمار يا عامر. اه يا باشا عندك مانع ولا ايه؟ والعلم انا خسرت تمن الخاتم اللي بعته في القمار مش انا جدع. تعالى كده رايح فين؟ لما جوزك يبقى واقف في مكان تقف قدامه زي الارض زي الالف كده اهو. يا عامر تعالى هنا روح حط لنا عشا. مش هحضر حاجه. تعالى هنا غلطتي غلطت وطلبت التقديم. يا عم سيب بالي يا اخي الناس نايمه. الناس بقى انت فين انت فاكر بمراتي؟ ده انا ما نعملهاش يا اخي. قال عشان يعني قاعدين في بيتك. لا يا صلاح انا ما احبش اي حد يتدخل بيني وبين مراتي. هسيبهولك هسيبها في بيتك اللي هتسلنا بيه. يلا يا باشا. عيب يا عامل ايه اللي تقوله ده؟ ده انا اللي ضيف عندكم. خش نام خش نام والصبح نبقى نتكلم. خش يا عامل الله يهديك. يلا اساتيكم اهو. انت مش وعدتني انك تزود المره دي. امان عليك يا ست هانم ما تفكرنيش. البيعه اللي فاتت قاعده على قلبي زي العمل الراضي. ده عفش موضه قديمه ومالوش زبون. محسوبك بيشتري جدعانه لاجل العيون الحلوه دي. انتهازي ومستغل. اتفضل. يا ست هانم المثل بيقول المحتاج ما ياخدش على خاطره. مبروك يا أستاذ عامر، ده قرار التعيين. بشكر المستاذ فريد، ما تعرفش جامل قد إيه علشان القرار ده. طب مش هعرف بس الأول هشتغل على أنهي خط؟ أحسن خط نقل في الشركة، كله مكافآت وحوافز، ده خط الصعيد. أظرف ما فيه بياكل تين في الطريق، يعني كمان بدل سفر. مبروك يا عامر. مبروك مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. طبعا يا عم ملاح بقى نقول أصحاب. لا يمكن مهما حصل أنا لا يمكن أنسى فضل الحاج عليا أنا ومراتي. يا واد يا واد بطل أوانطة، ده أنت أخوات صلاح يا حبايبي. معقولة خبريني فرحوا في يوم واحد؟ الوظيفة والشقة؟ أنا فرحانة أوي يا بنت. خلاص يا ستي كلها أسبوع واحد ونتكل على الله. أنتوا استحملتوا نزلتنا كتير. أنت صحيح هتوحشنا بس المركب اللي تودي أحسن من الجيل. اخس عليك يا صلاح، للدرجة دي زهقت مننا يا أخي؟ انت لا انما جوزك. اه انا مش هكسر وراك ولا ده انا هكسر وراك زير يا ايه يا متخلف. اسمح لي بقى العريس والعروسه يفتتحوا الرقصه دي.
اسمع لي احلى مزيكا. يلا وريني. يلا. تشربي تضربي تعظيم سلام وتشربي. انا مستعد يا اخي. بس روحي اشربي. يلا بينا يلا بينا على الاوضه. انا متعرف قوي يا عم. وبعدين بقول لك ايه؟ يلا بينا على الاوضه. اتجوز مديحة اخت طارق. اخص عليه. اكتبي لي جورج جوهرلي. اهدي بس يا ست احلام. مش طايقه مش طايقه اقعد في بنسوف دقيقه واحده. اعصابي تعبانه ومحتاجه تغيير. هسافر اسكندريه. حقل عليك يا ست احلام. ما تخافيش يا نادى. الشهر اللي هسافره هدفع مرتباتكم قبل ما امشي. عايزه في فندق فلسطين في اسكندريه. وهناك هلاقي الف عريس احسن منه. مش كده يا ريكو؟ ريكو 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 ريكو. لازم ازعلها منك عشان كده بعد عنك. هو اللي شقي ما بيقعدش في حته واحده. سامح السلاح دار محاسب في البحرين. احلام الشهاوي. الله، حضرتك تقربي للمهندس نادر الشهاوي؟ حضرتك تعرفه؟ طبعا عز المعرفه. ده كان جاري سنتين وانا بدرس في فرنسا. بيني وبينك ساب فراغ كبير جدا لما هاجر كندا. ما تعرفش عنوانه؟ للاسف لا، اصل انا ماليش قوي في حكايه الجوابات دي، بس ممكن اجيبه لك. يا ريت. احنا ممكن نتصل بالشركه اللي كان بيشتغل فيها في باريس، اكيد عندهم عنوانه الجديد دلوقتي. لا ما ينفعش يا مدام، النهارده الحد يعني اجازه في بلاد الفرنجه. بكرة إن شاء الله. بكرة؟ ده أنت جيت لي هدية من السماء. ما عندكش فكرة عنوان عمي ده مهم عندي قد إيه. مجنون. في كلاب كده مزاجها متقلب، فجأة تلاقيها تعمل أي حاجة. خصوصا ريكو، أصل برج الجوزاء. لا بقى، ده يبقى عنده انفصام في الشخصية. أنا عايز أسألك سؤال. اتفضل. شايفك من الصبح ما نزلتيش المية يعني. ده أنا بموت في البحر. بس هنزل لوحدي. طب ودلوقتي؟ ممكن. وحشتيني 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 يا بنت. ايه؟ مش قد يا عمي، ده كان بعيد عني كتير قوي يا حبيبي. على رأيي يا مسكينة يا حبيبتي. قطيعة، محدش بياكلها بالسهل يا شهبة. عمي، أنا ما بنامش من كم ساعة. إيه خوف؟ حب يا عمي. يا إيه؟ هو صلاح بيقولها لك ايه؟ طب يلا يلا على الاوضه بقى علشان اسدد الديون اللي عليا. ديون ايه؟ والعشاء اللي بجهزه لك طول النهار. العشاء يستنى لكن ديوني ما تستناش. بقول لك ايه؟ انا هبات بكره بره، وعلشان انا راجل جدع هدفع مؤدب. طريق الزلال يا شربات. أول مرة في حياتي أعمل الحب من أول نظرة. طب قول إعجاب. صدقيني يا أحلام، حب حقيقي. لدرجة بقى إن أنا خدت قرارات ثورية عنيفة. تتجوزيني؟ لا. بس طب لما نعرف بعض شوية. يلا بينا. مش هنروح أي حتة إلا لما أسمع ردك. أنا مسافر التحرير بعد 10 أيام. ومش عايز أرجع من هنا. طب إديني فرصة أفكر. زي ما أنا خدت قرارات ثورية، أنتِ كمان لازم تقرري وفورا. تعرف بقى ان برج الميزان يتفق قوي مع برج العذراء؟ تبقي موافق. الف مبروك. اعقل يا طايش. طب يلا بينا نروح ناخد دش ونغير وبعدين نروح الغدا. وبعدين؟ نروح نجيب الدبل طبعا. مين اللي مع سامح دي يا اولاد؟ معقوله؟ دي احلام الشهاوي. ايوه يا ليلى، هتجوز احلام الشهاوي. تبقى خدت اكبر مقلب في حياتك. ليه؟
احلام بنت كويسه ومن عيله كبيره وغنيه جدا في بني سويف. لو انت صادق، عيله كانت كبيره وكانت غنيه. يا شيخه بطلي افترى على الناس. انا اعرف احلام كويس يا استاذ. فيله عمتي بني سويف جنب فيلتهم، فلسوا بقوا مع الحديده. مش مهم، الفلوس مش كل حاجه. قالت لك انها كانت متجوزه؟ قالت لي. وقالت لك جوزها انتحر ليه؟ ليلى بلاش. قالت لك ان اختها اتجوزت سواق ابوها؟ كدابه، ما تصدقوهاش يا جماعه. ليلى كفايه بقى هزار سخيف. طب اتفضل معايا ندخل طنط بني سويف تتاكد من حسب ونسب عروس الغفله. سامح بيه، سامح بيه، في القط ما بيردش. انا ايه فين في الاوتيل؟ سامح بيه دفع حسابه وسام الاوتيل بساعتين. مئة وعشرة على انا على دوي على تري. مبروك يا عم بيه. الست ماشيه بخت الجواب ده كاتبه فيه عنوانها الجديد. مش وقت يا دابا، سيبيني شوية. أفندم، أنت مش اشتريت الفيلا خلاص عشان تتجوز فيها؟ ده دخلت المزاد عشان أحافظ لك على الفيلا. أنا لسه ما احتجتش إحسان من حد يا عمرو بيه. بلاش سوء ظن يا أحلام. اللي كان بينا حتى لو كنت بعتيه فرض عليا واجب هو اللي دخلني المزاد. خدت اذن من ماما وبابا عشان تقولي الكلام ده؟ ما تجرحنيش يا احلام، انا بشتغل في السوق باسمي. كان لازم ابعد عن التهم والاشاعات اللي في موضوع انتحار طارق. جوازنا كان هيثبت ان طارق انتحر عشان خاطر اكتشف ان في علاقه بينا. ارجوكي تعتبر ان الفيلا لسه ملكك. والثمن؟ مش انا يا احلام. متأسف، مش هقعد في بني سويف ولا دقيقة واحدة بعد النهاردة. يا عم حل علي بقى. ما تبقاش طماع، إن أنا بخمسين. أنا لو اتمسكت في الطريق هروح في داهية. يا راجل واحد الله، ده أنت تفوت في الجين. كده أهو، نزل بهايم يا عم، نزل بهايم. الله يا شوف لك يا عم حمار غير استعباط. يا جدع ده رزق بعتهولك ربنا بدل ما ترجع بالعربية فاضية. ما أنا مسلك لك عقد في الشركة بالشيء الفلاني وإدتني بومبة في العمولة. وارد عليك، وأنت واخد 500. والعقد بكام؟ الله. ده رزق بقى قصة. قصة دلوقتي بقيت قصة؟ نزل يا عم البهايم. خلاص يا سيدي خلاص، 100 في النادي. خد. ما تنزلش البهايم. انا مستعد اديك الجائزة اللي خدته في التحقيق من جيبي. بصراحة بقى انت طلعت عيل. لو انت ما تجاملنيش مين اللي هيجاملني؟ جاملتك يا عامر. 10 ايام في نقل مواشى على عربية الشركة، جزء خفيف. اديش نوع ده احسن بقى. خلاص بقى يا عامر. الله، ما هو صراحة الراجل اعتذر لك من الصبح يا اخي، وبعدين هو ما غلطش معاك ولا حاجة، غصب عنه بيأدي وظيفته. كان يسيبها تيجي من الغريب. مدير الإدارة بيحرجني يا عامر، لأنه عارف إنك صاحبي، وأنت يعني علشان تطلع شريف تقوم تقطع رقبتي؟ لا مؤاخذة يا أستاذ شريف، بطلنا نصاحب عيال. اتفضل بقى مع السلامة، ما تعكرش مزاجي. خد حسابك وهات الباقي وافتح لي مدة جديدة. حساب حضرتك 840 جنيه. ها؟ حساب حضرتك 840 جنيه والباقي 160.
يظهر يا ريكو مفيش قدامنا غير حل واحد. فيه. أنا مستني من بدري، افتكرتك مش جاية زي النوبة اللي فاتت. معلش أصل بنسى. شوفي أنا جعان جدا ميت من الجوع. وريكو كمان جعان. ناكل. أنا أصلي لسه جاية من أوروبا مع بابا. اصل بابا بيشتغل مهندس كبير قوي وله اعمال في امريكا واوروبا واسيا وكل البلاد. ما تاكل يا ريكو يا حبيبي. انا لسه جاي من لندن. انت زرت لندن؟ ايوه كتير. كل يا ريكو كل. مأساة أرملة في السن ده. أصل المرحوم كان سيء على سرعة 140 140 كيلو. الرادار؟ لا ما هو ما كانش لسه الرادار جابوه عشان كده. قامت بقى عاصفة رملية جامدة جدا مبقاش شايف حاجة خالص وبرضه ماشي بنفس السرعة. قلبت العربية وأنا نجيت الحمد لله. عمر الشقي بقى مش كده؟ بالشفا ان شاء الله. ربنا يخليك ليا واشوف عوضك يا رب. انت بقيت زي الفل يا طنط ان شاء الله الصبح هتقومي وتبقي كويسه قوي. تعبتك معايا يا عمر يا ابني. دكتور ودواء سدت مكان صلاح في غيابه يا حبيبي يا ابني. شوف بقى الكلام. وانت يا طنط مامت صلاح لوحده؟ احنا مش ولادك احنا كمان ولا ايه؟ ربنا يخليكم لبعض. انا هروح وناش وهتبات معاكي. لا خد مراتك معاك ما تتعباش اكتر من كده. ولا كلمه والا هحلف عليها بالطلاق تقعد عندك على طول. يا واد انت طول عمرك كده لسانك مسحوب منك بصراحه. يلا صباح على خير. خلي بالك من نفسك. شكرا يا استاذ فريد. اهلا. الحمد لله بالسلامة. شاكر يا سيدي. الحاجة قالت لي على التعب اللي انت تعبته معاها. مش عشانك. عشانها هي وجمالها اللي في رقبتي. الله. انت لسه زعلان؟ لولا أزمة القلب اللي جات لها ما كنتش عبرتك. دي بتدعي لك دعاء. أمك زعلانة منك يا أبو صلاح. ليه؟ عاوزك تتجوز وأنت مزرجن. قول لي. أنت مش عاوز تتجوز لغاية دلوقتي يالا. منين يا عامر؟ وبكام؟ انا كنت فاكر في سبب تاني. ما تتجوز يلا يا صلاح وتخلف لها حته عيل يريح البال المشغوف عليك. افكر؟ انت لسه هتفكر؟ ابقى قابلني. يا سلام ده انا رقبتي سداده. بس اموري ميرسي قوي. اصل بابا بيعتمد عليا في كل شغله في مصر. اصل احنا عايشين بره وانا جيت بقى عشان اخد اراد العزبه بس لقيته مش جاهز. قصدي يعني بعد كام يوم كده هيكون جاهز. يا ست هانم احنا بقينا اصحاب وللصاحب على صاحبه حقوق. يوم ما شفتيني هنا كان اول مره اجي فيها اللوكاندا. من يومها بقى سبت شغلي وعايش هنا عشان اتمتع بصحبتك. انا بس محتاجه لألف جنيه سلف لو ممكن يعني. قوي قوي ساعه زمن واحده واجيبهم لك حالا في اوضتك بنفسي. اهلا اهلا ميكي. اهلا 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 اهلا, أهلا. انت مجنون؟ انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت؟ ورد عليك. انت مجنون؟ انت بتعمل ايه؟ انت مجنون؟ ايه؟ طلبت منك فوزيتا جبتها لك لحد اوضتك. عايز حاجه؟ حقك ايه يا مجنون؟ انا طلبت شوربه بس مش اكتر. طلبت فلوسي؟ فلوسك ايه على الجنب؟ طيب
متأخر. شكرا. قلت لك الوحده دي هتعمل لك اكتئاب. على فكره ازاي ده حسنيه وعمارته مش كويسين؟ اوعي تكوني رفضتي حد منهم. نشوى الفيلا اتباعت. ايه؟ اتباعت؟ اتباعت ازاي وليه؟ الديان خدوا امر حجز وباعوها. والعفش؟ بعته. بعتيه؟ برضه بسبب الديون يا احلام؟ نشوى كنت عايش منين؟ وازاي؟ وبكام وفين؟ بعت اوضه اوضه عشان اقدر اعيش بيها. مش ممكن، انا مش قادره اصدق. نشوى اوعي تفتكري ان انا جايه عشان اعيش معاكي. لا، انا جايه اشوفك عشان وحشتيني، عشان كده ما جبتش هدوم معايا. وعامر؟ طب عامر ده لو عرف؟ انا معايا كل الاوراق والمستندات، لو عايز يشوفها هوريها له. لا معلش، ولا يهمك، فداكي يا حبيبتي. نشوى ليش؟ وانا كنت مضطره، انا عشت في ظروف الكل تخلى عني والكل طمع فيا. طب والعرسان؟ فين العرسان اللي كانوا بيترموا تحت رجليه؟ مين هيرضى يتجوزني وانا اختي اتجوزت السواق بتاعنا؟ انت طبعا لسه ما تعشتيش. ماليش نفس. لا مالكيش نفس ازاي؟ ده انا لازم اعمل لك وليمه. معقولة برضو أختي حبيبتي تيجي تزورني وتتعشى أي كلام؟ خمس دقايق هنزل أجيب أكل جاهز وأرجع. من غير ما تخبط. مش جايز حد على هدومه؟ نعم يا اختي. ايه ده؟ الكلام ده عندكم في بيتكم هناك، لكن ده انت هنا قاعده في اوضه نومي انا ومراتي. مش معقوله كمان هستاذن وانا داخل على مراتي؟ ومعانا كمان الكلب على السرير. الزفت ده ما ينامش على سريري، مفهوم؟ هي فين نشوى؟ يا متخلف، نادي عليا ومعطلني عشان اتفرج عليك وانت بتضحك. خلاص العصفور وقع في القفص. البيبي قول فوزير احلام هانم الشهاوي مشرفه عندي في البيت. كد رجليها يا ابو صلاح. عامر اوعى تقل قصدك وتضايقها، دي ضيفه عندك. انا ما ضايقتهاش يا حبيبي، هي اللي جايه رانيا جبتتها. اخلص بقى منها شويه من اهانتها ليا زمان، هتبقى غلطان. اولا نشوى هتتضايق علشان اختها، ثانيا دي هتبقى خالف ولادك، يعني لازم تحترمها. ورحمه ابويا اللي نفسه يموت انت اللي متخلف.
عليك بكره الساعه 8 عشان نروح فرح بيت الاستاذ كريم. يا حبيبي انا بتاع افراح بكره سهرت المزاج. بصراحه بقى انا مأجر الشقه دي مخصوص عشان استحمى فيها براحتي. طب معلش يا عامر معلش، دقيقتين واحلام تطلع من الحمام على طول. هي شغلانه ما هي لسه مستحميه امبارح. بس يا عامر بقى وطي صوتك يا اخي. عامر عشان خاطري احلام حساسه جدا ممكن كده تجرح احساسي. بصراحه بقى انا مش عاوز الست دي تطول في بيتي. طب معلش اوعدك يا عامر اوعدك ان يومين وهتمشي، بس هادي اعصابك. عامر النهارده خميس وشيلها تيجي تسهر معاك طبعا. ودي كمان بقى هتجرح احساسها في ايه؟ لا يا عامر بس انا مش عايزه احلام تشوفك وانت بتشرب. خلاص يا ستي لما تيجي الشله ابقى اخدهم ونسهر تحت السرير. لا معلش انا هبقى اخدها نروح فرح بنت الاستاذ فريد. تغرفي ده يا بعيد عني. طب لما تاخديها بقى وتنزلي مين اللي هيحضر المزه ان شاء الله؟ لا ما يهمكش يا حبيبي انا هنزل السوق اشتري لك كل اللي انت عاوزه واجهزه لك قبل ما اخرج. امري لله. البيت بيتنا والغرب فيه يأيد حريتنا. معلش ايه النيلة اللي انت على اسك الشيخ الزبالة دي؟ البتاع ما جيش هنا تاني. مين قفشني؟ قربت يا بتولي بيه. الله يشرف بظهرك يا فريد. في حاجة ضايقت حضرتك؟ الأمر مكتمل.
طب بتزعل في حاجه؟ دي مشرة خير للفرح. انا بتشائم منك. انت حضرتك بتؤمني بالحاجات دي؟ وانت لا. انت برج ايه؟ الدلو. صح. طب عرفت ازاي؟ اصل باين عليك انسان طيب ومجتهد في عملك. بيقولوا كده. غريبة انك صاحب عامر. هو برج ايه؟ هو نوفمبر تقريبا. يبقى العقرب. العقرب؟ يا ساتر، عشان كده شرس واناني. هو حضرتك هتقعدي عند نشوى هنا كتير؟ افندم؟ لا ده انا بسال بس، ده مجرد سؤال. اذا كان عليا انا عايزك تقعدي هنا على طول، بس انا عارف يعني سوء العلاقه اللي بينك وبين عامر، وحاسس انكم مش هتستريحوا مع بعض. وانا مالي وماله؟ انا قاعده عند اختي كام يوم وبعدين همشي. اصل حضرتك انسانه رقيقه وحساسه، وعامر ده انسان غلط واكيد هيضايقك. انت مش بتقول انك محامي؟ خلاص هبقى اجيبك تدافع عنه. بجد يا فندم انا تحت امرك اناء الليل واطراف النهار. حضرتك تشاوري مصباحك كده تلاقيني تحت امرك. ياه، مع ان دي اول مره بنقابل بعض. تاني مره. تاني؟ لا خلاص. جامد. المفيه ابتدى والنمل اللي جوه قرب يشطب عليه. مش واجب برضه تحضر طبق كده للعيال؟ طبق ده انا اجيب لها المفيه شخصيا. ورد عليا، انا زعلان منك ولي عليك حق عرب. حرام عليكي، حرام عليكي تحرميني من دخول مين هاوس. الناس هناك اول ما يشوفوا وشي يسالوني عن الهالم معرفتي اللي هربت بالعساب. خدمة العمر. سيبي موضوع عنوان عمك في كندا ده وانا هتصرف فيه. انا عرفت على صديق ليا في وزارة الخارجية هيجيب لنا عنوانه من تحت الارض. بس ده محتاج اننا نتفق على ميعاد ونروح نزوره في مكتبه. هو مكتبه فين؟ في الوزارة. قلتم من الناحية دي وشبر ده من الناحية دي. تحب اللي ده بي فين؟ اللي يعجبك. لا حضرتك انت اللي لازم تختاري. بقول لك ايه؟ انت مش شايف ان حضرتك دلوقتي ما بقالهاش معنى؟ وكمان انا بحب الراجل هو اللي يختار. ما دام النت سايبني لوحدي اروح انا بقى. ما دام تحب اوصلها. يا ريت. افندم. ايه انا قلت حاجه تزعل؟ ده انا بقول يعني ان انا وانت ونشوى نركب معايا وصلنا. لا معلش احنا لسه قاعدين شويه. كده؟ طب سلمي لي على وسط عامر. بيتهيألي بلاش نقول لعامر ونشوى على المشوار ده. معاكي حق. عمل بس متخنف، لو عرف هيعملها لنا حد. متشكر قوي يا زور. تعالى يا فندم. شكرا يا زور. صلاح انتوا الناحيه الثانيه، هنمشي كده هناك؟ اتفضلي يا احلام. الله، انت مش قلت الميعاد يا فيلتون يا شفر؟ الكلام ده لما قلته كنا يوم واحد في الشهر، النهارده ثلاثه منه، يعني الشهر خلص، وانت عارفه بقى المرتب. عمامة بيضة. انا مش عارفه انا وافقت على الميعاد ازاي. لو احنا خارجين نتفسح على سمح الله، احنا رايحين نقضي مصلحه. هنيا ميرسي. مش نقول بقى عشان نلحق صاحبك في الوزاره؟ اه حلو. اصل لسه فاضل على ميعاده 15 دقيقه بالتمام والكمال. الا اذا كنت زهقتي مني بقى. لا ابدا بالعكس. بجد؟ اكونش بحلم احلام؟ صلاح انا كنت فقدت الثقه بالدنيا والناس باي علاقه بالراجل وست، بس معاك حاسه ان الثقه ابتدت ترجع لي تاني، مع اننا ما تقابلناش غير مرتين بس. ثلاث مرات. تاني نفسي اشوف عامر دلوقتي وناكل جزء لم يفوقوه. ليه؟ كان بيصورك ليا طول الوقت على انك بعبع بيخوفوا بيها العيال. ولقيت ايه؟ لقيت الصورة اللي كنت بحلم بيها من زمان وانا عيل قد كده. ياه، بسرعة كده؟ يلا بقى، هي موتة ولا أكتر؟ يعني نقوم بقى، لسه هنمشي لغاية هناك. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الموت. شوف بقى، بصراحة أنا لا ليا صاحب ولا عمر عرفت حد في وزارة الخارجية. إيه؟ بلاش تهور، الإزاز بيعور، مش معقول تضيعي نفسك في حاجة ما تستاهلش. أنا هخلص اعتراف فرمي روحي في المية. أعمل إيه يا أحلام؟
كان لازم الاقي حد علشان اخد منك ميعاد واخرج معاكي. طب ايه رايك بقى ان انا كنت عارفه بس كلتها بمزاجي؟ يلا يا اخي التوهية اتاخرنا. طب يا عامر انا جاهز اهو خلاص. الله يلا يا احلام احنا كده هنتاخر على العزومه فعلا. ايه ده بقى انت لسه ما لبستيش؟ انا مش خارجه يا نشوى. نعم يا اختي انك نسيت ليك هديه. ده الراجل عازمنا مخصوص علشان تشريفك بيته عندي. ولا انت مش لسه حاطه راسك في السما وفاكره ان متولي بالمليونير مش قد المقال؟ انا مش عايز اخرج وانا حره. اهلا يا استاذ صلاح. اهلا يا مدام حاتم. انا بقول يعني ان دي فرصه حضرتك تغيري جو ونسهر كلنا سوا، ده هتبقى ليله ظريفه قوي. معلش يا استاذ صلاح اصلي تعبانه شويه. عن اذنك. اتفضلي. خلاص ناجل العزومه لوقت تاني لغايه ما البرنسيسه تخف. ولا وقت تاني ولا وقت تالت، انا مش عايز اخرج. تعالي هنا انا عاوز افهم هي ايه الحكايه بالظبط. بصراحه بقى نظرات المتولي ليا في الفرح ما عجبتنيش. اوعي يكون صادق منه حاجه كده ولا كده. وانت مالك محمود كده ليه؟ مش اخت مراتك واللي يمسك يمسني؟ قولي اذا كان صدر منه اي حاجه وانا عجن دماغه في جبتته. لا 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 الحكايه ما تستاهلش ده كله، الراجل ما عملش اي حاجه، انا بس يمكن اللي بيتهيألي. اصل انا ما بستظرفوش. عن اذنكم اصل انا تعبانه شويه عايزه اخش استريح. بتحب يا صلاح؟ بصراحة لأجل الورد. ليه كده؟ ده ريكو حلو قوي. أحلام أنا حكيت لك عن كل ظروفي بالتفصيل الممل. يعني إيه؟ يعني تقصد إن أنا كمان أحكي لك كل ظروفي؟ لا 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 صدقيني ما أقصدش. أنا بعد ما عرفتك مش محتاج أقلب مواجهك ولا أضايقك لأني واثق منك. بس هو في حاجة لازم أقولها. قول. أنا حاسس كده زي ما تكون اتدبست في العزومة والفلوس اللي معايا شكلها كده مش هكفي الحساب. ولا يهمك انا معايا اكمل لك. يا سلام الحمد لله ريحتيني ارتحت من الفزع اللي كان جواك. على فكره الحاجه من كتر كلامي عنك معاها هتتجنن عليكي وطول الوقت احلام 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 مفيش على لسانها غير جنن. نشوى كلمتني عنها كتير وقالت لي قد ايه هي ست طيبه ومصممه بقى ان انا لازم اتجوز علشان اخلف لها عيال تفرح بيها. أحلام أنا عايز أتجوزك بسرعة كده إحنا لسه ما عرفناش بعض. أنا أصل بصراحة بقى بحب أقطع عرق وأسيح دم وخير البر عاجل. إيه رأيك بكرة نشتري الدبل ونعلن خطوبتنا؟ موافقة؟ موافقة بجد؟ بجد. عامر مش هنا. ما انا عارف شفته خارج هو واختك. طب عايز مني ايه؟ احنا مفيش بينا وبين بعض اي معرفه. حلو وكاتب ليه صدقتك؟ يا متولي بيه ارجوك انا اعصابي تعبانه. انا مش عارف انت ما عندكيش ثقه فيا ليه؟ من تصرفك في الاوتيل. ولا عملت حاجه وحشه لا سمح الله. طلبت مني صوتك جبت لك لحد ما اوضتي. وطلباتك عايز تعويض عن الالم اللي ضربته لي المحبه تلاقي محبتك يا متولي بيه ارجوك تفهمني انت فهمني غلط. عندك حق كل اللي عرفوك قبلي قالوا لي عنك كده. انا بقى لو ناوي شهر كنت فتنت عليكي لاختك وجوزها انما انا بجدع حبيت شاري حبك وافقتي يا دار ما دخلك شر ما وافقتيش عيل وفتن. ارجوك تسيبني في حالي انا هرتبط بانسان كويس هيعوضني عن السنين السوداء اللي شفتها. يا سلام ده انا اول من يبارك بس اقبض التعويض. اعتبرني بنتك اعتبرني اختك وانسى اللي حصل. انت عايز الصراحة؟ انا قلبي اسود وبيجيل ابوس ايدك
ابوس ايدك ما تزلنيش اكتر من كده. سوري بالانجليزي، مرضوم بالفرنساوي، يا حنن يا نصابه باللويندي. للدرجه دي قلبك ميت؟ معدوم الضمير؟ انا مش طالب منك غير حاجه واحده بس، تيجي تزوريني في الشقه واضربيني باللي في رجلك اذا ما اتبسطتيش اخر انبساط. اطلع بره بره، هتندمي. بره كده. قول له قول له عن الماضي الاسود اللي تعرفه على ست احلام. اما قبل ربنا حليم سطان، ده احنا عندنا ولايه. بقى كده يا ابو صلاح، لحقت تحب وتتدهول، تصوم تصوم وتفطر على بصله. انت كذاب، انا بعد ما عرفتها استحاله اصدق منك كلمه واحده عليها. انا مش هتكلم، متولي بيه هو اللي هيقول لك عرفها ازاي في اللوكاندا وطلبت منه كام. اخلص، اوعى تجيب سيرتها مره تانية على لسانك، فاهم؟ مش قوي كده يا ميت، دي ست دايره على حل شعرها، انا شخصيا عرفتها بعد ريحتها مفاحت في الاوتيل، رجاله داخله وخارجه على اوضتها، معطي داخل انا كمان. كذاب، انت كمان كذاب. طب وحياد دي النعمه يا شيخ، وحياد دي النعمه طلبت مني 100 جنيه عشان اروح ازورها في اوضتها. ما خبيش عليك زرتها. نشوى الساعة كام؟ الساعة 3:30. مش هيجي. هو مين؟ الهالي المستنية الأستاذ صلاح، نازلين يشتروا الدبل علشان يعلنوا خطوبتهم. عارفة مش هيجي ليه يا هالي؟ علشان متولي بيه، متولي بيه المقاول صاحبك في اللوكاندا، قال له على كل حاجة. كذاب كذاب، متولي كذاب، انا ضربته بالقلم لما سمع فيا. ما تبطلي بقى، ما انكشفت يا هانم، ولعلمك انت مش هباتي في بيت الليله دي، اخلص اكل واشحنك على طول على بني سويف. كفايه بقى يا اخي، حرام عليك، انت ليه عاوز تفرق بينها وبين انسان عاوز يساعدها؟ اغش صاحبي يا شوشو؟ اسمع بقى، انت كذاب، وانا رايح على صلاح اقول انك كذاب. تعالي هنا، انا قلت صلاح مش هيتجوزها. يعني مش هيتجوزها؟ انت ايه؟ انت ما عندكش ضمير؟ ما عندكش قلب؟ انت ايه مجرم سافر؟ وصلت للشتيمه يا بنت الشهاوي؟ الحمد لله الضغط بقى كويس دلوقتي، نقدر نطمن على الحمل ولو ان خساره فيك. ودينك حامل؟ برافو يا شوشو، برافو يا حبيبتي. يلا بقى جدعاني، وهات لنا ولد كده علشان يورث يورث أطيان جد العمدة. مدير المستشفى كان مصمم يبلغ البوليس عن تصرفك مع مراتك، لأن القانون بيعاقب عليه. نشوى شرياك وأنت مش مقدر، هي اللي اتحايلت عليه عشان ما يبلغش عنك. لا لا لا، شوشو حبيبتي ما ترضاش تأذيني. أحلام مستنياكي في كشف النبطشية، نروح سوا؟ نشوى انا دلوقتي اطمنت عليكي، اشوف وشك بخير. خلي بالك من نفسك وانت حامل. الله، ما قلنا غلطه بقى مش هتتكرر. احلام عشان خاطري استنى، ما اقدرش استنى واشوف اللي بيحصل لك ده كل يوم. احلام عشان خاطري استنى على الاقل لحد ما اخرج من المستشفى، ورحمه بابا يا احلام تستنى. حاضر يا نشوى، حاضر، انا هستنى، بس بشرط جوزك ما يجيبش لسانه على لساني.
تعمليها قضيه؟ ما حدش قال لك تساوي دولاب هدومي. عاوز اخرج وابور من وشك، مش لاقي قميص نظيف. قومي قومي هاتي القميص. جرى ايه يا جماعه؟ انتوا خاصمين بعض ولا ايه؟ ربنا ما يجيب خصام. عايزه حاجه اقول لحاجه تعملها لك؟ لو سمحت يا صلاح، خد احلام وصلها معاك البيت. انا مش مروح، انا شويه رايح مشوار مهم. معلش عشان خاطر انا، خد احلام معاك. اتفضلي. ما تخسرش أحلام بالسهل يا صلاح. تنكري إنك عشت في اللوكاندا اللي قال عليها متولي؟ ما انكرش، الفيلا اتباع، ملناش قرايب أروح عندهم. عايزني أعيش فين؟ قول لي أنت. تنكري إنك تعرفي متولي؟ أعرفه، راجل في سن أبويا ما اتصورتش سكلته. كل اللي حصل إني طلبت منه صلفة عشان أدفع حساب الأوتيل. يا صلاح أنا هربت من الأوتيل عشان مش لاقي أدفع حسابه. أوعى تفتكر إن أنا جاية لعامر بمزاجي، لأ، ما كانش قدامي حل غير يا بيت ويا الشارع. الكلام اللي بيقول عليه متولي ده ما حصلش بينك وبينه؟ ما حصلش، ورحمة بابا ما حصل، ما لمسش ايدي حتى، ما حصلش. ما حصلش. ما حصلش. أحلام، أحلام. قول يا متر ترفع عليا السكينه؟ يلا ده انت يظهر واقع فيها لشوشتك. موتك لو ما قلتش الحقيقه. لا طب شيل السكينه ولا اتكلم. ما تضيعش وقت، انطق انطق. الكلام اللي قلته عن احلام حصل بينك وبينها؟ ما حصلش. امال افتريت عليها ليه؟ انطق. ايه؟ كنت بخلص القلم اللي ضربتهولي يا مان. ايه رايك يا ريكو بذمتك؟ في عروسة أحلى مني؟ مش أنا حلوة ليكو؟ مالك يا حبيبي؟ أنت زعلان ليه؟ عندك حق، اللي هنا كلهم وحشين وحوش. بكرة بكرة عمو نادر هيجي من كندا وهياخدنا وهنسافر وهنعيش أنا وأنت وبس، مش كده يا ليكو؟ أنت ساكت ليه؟ أنت ما بتردش عليا ليه؟ انا مش عاجباك انت كمان، مش عاجباك. تعالى شطني، تعالى شطني. قاعده كده ليه يا روح خالتك؟ لو تكوني ما جهزتيش العشاء. ما بتردش عليا ليه؟ احترم نفسك، بلاش قله ادب. الاكل عندك. بس اللي يشوفك كده يقول عليكي عروسه في ليله دخلتها. بس عروسة حلوة أوي. لعلمك بقى، صلاح بتاعك ده طلب يتجوزني وأنا اللي رفضت. كفاية سيبت نشوة، هكررها الجواز خايبة زيها. من زمان أوي وأنا نفسي أقطع لسانك من الدخول. أنت فاكراه؟ أنا حاطة عليها عند فاكر. تعالي هنا، تعالي. مش هتطلعي عند حد، أنت هتقعدي هنا. مش أنت لابسة عروسة؟ والعروسة لازم تخش على عريسها. وانا عريسك الحيلة يا احلام. يا وقت مش حاسبك تغلط فيا اكتر من كده. سيبني اخرج، سيبني اسافر كندا. كندا؟ مش هتخرجي من هنا اللي على جثتي يا بنت الشهاوي. عارف كومي في اي دور؟ ليه؟ نقطة النجاح. وادي تعيش انت. همضي لك فين؟ هنا. تبقى في حياتك. آه.
عامر. ابو صلاح الزهر احلام طلعت عفيفه بجد. قتلت تصور قتلتني على اساس تحافظ على شرفها. تلغراف من البلد يا عامر، ابوك العمده مات وبعتلك عشان تستلم الميراث. مات متاخر قوي ابو صلاح. الله يرحمه بقى. تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان احلام لسه عذراء. انا عايز صوره من قرار حفظ التحقيق في قضيه احلام الشهاوي وايداعها مصحة عقليه. طيب اذا خافت وخرجت من المستشفى افتحوا التحقيق تاني يا صلاح. لا لا لا، المدرب حضرتك وقفت الكلام الغريب. دي كانت فقره وقت العطليه وكانت بتاع شرع خلال. هي قضيه ما خلناش ولا مكان في الورث. دي من 2000 يا استاذ. يا مدام دي قضيه مضمونه من اول جلسه، لا يمكن هيتوزع على راس عامر قبل ما يعرفوا نوع الموجود، لان الولد نصيبه في الورث غير كده. اتفضل. القضية متحفظة وخفيت والحمد لله. ايه عايزة تنهبي؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. ازيك يا روحي؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. ربنا يعوضك عن جد يا حبيبتي يا ست الستات. اهلا اهلا اهلا.